في عام 1817 اكتشف الكيميائي السويدي يوهان أوغست أرفويدسون معدناً قلوياً بشعلة نابضة بالحياة وسماه الليثيوم، لتنطلق رحلة طويلة في استثمار هذا المعدن الذي قاد لإنتاج السيارة الكهربائية التي غزت العالم اليوم. فكيف حدث ذلك؟ لسنوات عديدة كانت بطاريات المعدات المحمولة تصنع من النيكل والكادميوم، حتى عام 1912 عندما أعلن إديسون وفورد تعاونهما لاختراع سيارة كهربائية رخيصة، لكن المشروع ألغي بعد عامين بسبب نزاع على البطاريات، ولم يذكر الأمر حتى نشأت أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي ودفعت العلماء للبحث عن مصدر للطاقة خال من الوقود الأحفوري. في عام 1976 حصل الكيميائي البريطاني مايكل ستانلي ويتينغهام على براءة اختراع لأول بطارية قابلة للشحن الذاتي، مستخدماً معدن الليثيوم وثاني كبريتيد التيتانيوم كأقطاب كهربائية، وهي البطارية التي تميزت بخفة وزنها وطاقتها العالية وقدرتها على العمل، لكنها عانت من مشكلات في السلامة العامة. ألهم تصميم ويتينغهام رئيس مختبر الكيمياء في جامعة أكسفورد جون جودينف لإنتاج تصميم أكثر أماناً من خلال استخدام أكسيد الكوبالت بدلاً من الكبريتيد، الأمر الذي ضاعف من كمية الطاقة المنتجة. لكن البطارية الجديدة واجهت مشكلة أخرى بسبب خاصية عدم الاستقرار عند الليثيوم. شهدت تلك الفترة مساهمات علمية عديدة لتطوير أقطاب البطارية الجديدة، حيث برز اسم رشيد اليزامي وهو عالم مغربي بالمعهد الوطني الفرنسي الذي يعود له الفضل في اختراع لانود جرافيك، وهو القطب السالب الذي يستخدم اليوم في بطاريات الآي آيون التجارية وبطاريات الهواتف النقالة، وأيضاً في البطاريات القابلة للشحن في المركبات الفضائية، حيث تعاون لاحقاً مع وكالة ناسا وشارك في تأليف أكثر من 250 ورقة بحثية عن البطاريات وموادها وأنظمتها. في عام 1985 طور أكيرا يوشينو بطارية تضم أنوداً من فحم الكوك البترولي لينتج أول بطارية ليثيوم آيون قابلة للتطبيق تجارياً، ولفعاليتها تم تسويقها في عام 1991 من قبل شركة سوني، حيث انتشر استخدامها بشكل كبير في الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، فضلاً عن مجموعة متزايدة من التطبيقات الجديدة. استمر العمل على تطوير بطارية الليثيوم، فتقلص حجم الهواتف المحمولة وأصبحت أجهزة الكمبيوتر محمولة، وتم تطوير مشغلات MP3 والأجهزة اللوحية. كما شهد عام 2018 ثورة في اقتناء السيارات الكهربائية التي بلغت مبيعاتها عالمياً مليوني دولار في ذلك العام. مع مرور الوقت بات العثور على الليثيوم أو إعادة تدويره يتحول لشفرة ناجحة للحفاظ على سلاسل التوريد والإنتاج الصناعي والتكنولوجي.